Und unser Ziel heißt natürlich die nächste Runde Qualifikation für das Halbfinale. احنا سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكل مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقة في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع المباراة وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجة طبعا بالنسبة لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجة إيجابية إلى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل، احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل وده هدفنا الاساسي دلوقتي. Und da müssen sich die Spieler präsentieren, natürlich auch in den Spielen, und so stelle ich das Team dann schlussendlich zusammen. هو احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيرة كتير جدا السنة دي، احنا هنعدي غالبا ال 60 مباراة، عندنا اللعيبة الدولية كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فأنا مؤمن جدا بسياسة التدوير. التدوير معناه بالنسبة لي إن أنا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، أنا ما عنديش أصلا فكرة التشكيل الأساسي، المفهوم ده مش عندي. اللعيبة كلها عندي زي بعض، بنفس القوة وإحنا عندنا فريق قوي جدا. وانا عندي ثقه كامله في كل اللعيبه، واحنا شفنا السنه اللي فاتت ان كل اللعيبه شاركت ما عدا لاعب واحد، كل اللعيبه شاركت في كل المباريات بعدد دقائق متقاربه الى حد كبير.